لم تكن مقاومة محاولات ميليشيا الإنقلاب السيطرة على عزل مديرية القبيطة بمحافظة لحج رغبة للشباب فحسب، بل مثل دافعا لكبار السن العودة إلى حمل السلاح والانخراط في الدفاع عن مناطقهم من تمدد الميليشيا التي دمرت المدن ولم تسلم منها القرى أيضا في أعالي الجبال. خرجت مدافع عن كرامتي وتراث أرضي وعن شرفي وعن أهلي وعشائري، يعني أصبح وأنا مسؤول أمام هذا وأنا قادر يعني أسحب على ركبي. وعندي الحمد لله هذا البندق اشتريته منذ 60 سنة أو 65 سنة. المقاومة في مديرية القبيطة تحشد أفرادها استعدادا لتنفيذ خطة لتحرير المواقع التي يتمركز فيها الانقلابيون، خصوصا من جهة الشمال الشرقي للمديرية حيث يتمركز قناصة الميليشيا أعالي تبة السلعمة في جبل القشع ومنطقة حميض والتبة البيضاء التي تقصف من وقت إلى آخر القرى ومواقع المقاومة بمختلف الأسلحة الثقيلة من محيط مدينة الراهدة. تم استهدافنا من قبل الحوثة من عمارة زايد في خط عدن تعز من قبل هؤلاء المجرمين، وتم قصفنا بهذه 16 دانة من هذه الصاروخ الكاتوشة ويمكن 10 هوسر، ويضربونا بالمضاد طيران، يضربونا ب 14.5 و 12.7 والمعدلات الشيكي، ويعني الآن نحن لا يوجد معنا غير معدل آلي كان في هذا الجبل. وعلى الرغم من عدم التكافؤ في التسليح العسكري بين المقاومة والانقلابيين، إلا أن المقاومة ما تزال تكسر أي تقدم للميليشيا من يوم إلى آخر وتكبدها خسائر فادحة. أوجه نداء للرئيس عبد ربه وقيادة المقاومة، قيادة التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية، أن تدعم المقاومة. يواصل أبناء مديرية القبيطة الدفاع عن مناطقهم وحمايتها من محاولات الانقلابيين التوغل فيها، وتحديدا في المناطق المحاذية للطريق الوحيد الذي يمر عبر منطقة المغنية وسط المديرية التي تحكم المقاومة السيطرة عليها كاملة، بينما تطمح الميليشيات السيطرة عليها لأهميتها الاستراتيجية، محاولين إيصال تعزيزات إليها كونها واحدة من أهم المرتفعات المطلة على مناطق ساخنة هي الشريقة وكرش وقاعدة العند العسكرية بمحافظة لحج. رغم الإمكانيات التي تبدو بسيطة لدى أفراد المقاومة هنا في جبال القبيطة، إلا إنها لم تؤثر على معنوياتهم في الدفاع عن مناطقهم وحمايتها. سامح عبد الوهاب، قناة بلقيس، القبيطة لحج.